كوكو البنات، مرحبا بكم مره اخرى معايا في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اليوم جيت لكم بمواد تنظيف، خديت دو برودوي من بيم ونالوا الاعجاب ديالي الكبير. فغنبدا لكم اول حاجه بهذا المسحوق ديال مسحوق الغسيل للغسالات الاوتوماتيكيه بيان سور، يعني ضروري خص تكون على الصبيان ديالكم اوتوماتيك بيان سور. فكاين سميتو هذا المسحوق هذا سميتو ان بي سي بالنكهه ديال اولا بالريحه ديال الخزامه. فكاين كتاب ديال الروائح بيان، كاين بالحامض، كاين بزاف ديال الروائح. فوالا، دونك انا عجبني بزاف ديال الخزامه، استعملتو دابا للمره خمسة ولا ستة ولا ما عقلتش شحال مره كنستعمل هاد المسحوق هذا. فريمون كيخلي واحد الريحه زوينه، كينظف مزيان، فيه 3 كيلو وبثمن اللي هو رخيص بزاف. ما عنديش البريفرنس ديالي لي فيه، مي الثمن ديالو رخيص بالقياس. فوالا كنصحكم لي فيه انكم تجربوا هاد المسحوق هذا لتنظيف الملابس ديالكم، ففريمون شي حاجه مزيانه بزاف. كنستعملو كيف قلت هذه مده طويله، كاين الرغوه ديالو كثيره والنظافه ديالو زعما شي حاجه اكستراوردينير صراحه، مزيان بزاف. كاين منتوج اخر توجرتو من بيم سميتو هذا كولدال ماء جافيل، اللي صراحه حتى هو ما فيهش يعني ديك الماده ديال الكول اللي كتحرق اليدين ولا شي حاجه، يعني مزيان بزاف اللي فيه واحد الريحه حتى هو ديال الخزامه. كاين بروائح كثير حتى هو بالحامض، يعني نفس العطور تقريبا اللي كاينه في هذا المسحوق هذا ديال ابي سي كاين في هذا جافيل. صراحه انبهرت انا صراحه بهذا لي دو برودوي دو جي بيم، مزيانين بزاف، كيخليو ريحه مزيانه في الملابس ديالكم سواء البيضاء او لا الملونه صراحه. هادشي اللي كاين، بغيت نشارككم هاد دو برودوي ديال التنظيف، لان صافي لونطو باش ما درتش لكم مواد ديال التنظيف فلاشين ديالي. دونك فوالا فوالا، كنتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو. الى عجبكم بيان سور بوز بلو كومونتير. فوالا، بيزو بيزو، يلا بروشين.